على ذكر الانفصال، هل يمكن أن نشهد انفصال لإقليم دارفور في الأيام المقبلة بسبب هذه المعارك ووجود جهة أكثر من جهة في هذا الإقليم؟ ممكن، لأن الحرب في دارفور بدأت 2003، ويعني بدأت تعلو أصوات في دارفور، هي ما أصوات كثيرة، لأنه لماذا لا نكون ننفصل لوحدنا ما دام المركز يقوم بضربنا من الخرطوم. الآن وأنا أتحدث معك بدأت المعارك الآن تكثر في دارفور، حسب المصادر اللي رشحت منك بأنه الدعم السريع بيحاول السيطرة على المطارات في دارفور، واضح أنه المعركة من الخرطوم حتنتقل لدارفور، وممكن هذا يسهم في انفصال دارفور. وما دارفور براء، السودان ممكن يتمزق لأربع دول ومرشح في ذلك، فلذلك أتمنى من العقلاء أنه يعني يسهموا في وقف الحرب، حتى العاوزين يحكموا من فلول النظام السابق من عمر البشير أن يعني يحكموا صوت العقل، لأنه هم هيحكموا منه، هيجي يلقوا ما في دولة ذاته عشان يحكموها إلا يحكموا أنفسهم. فهم الذين أشعلوا الحرب، وكان بيعتقدوا أنه حرب خاطفة ممكن ينتهوا من الدعم السريع، لأنه بيعتقدوا أنه الدعم السريع يغف حاجز بينهم وبين الوصول للسلطة، وهم أصلاً بيعتقدوا أن السلطة دي لا يستطيعون وصلها إلا عبر الجيش وعبر فوهة البندقية، ولا يؤمنون بالديمقراطية. والآن تحصل في قناتكم قبل ما نخش الإغاثة كنت بتكلم عن الديمقراطية، هي يعني حكم الشعب، والديمقراطية الحديثة هي أنه يفوضوا نواب ينوب عنهم في برلمان عشان يتحدثوا باسمهم. فده الخيار اللي قامت من أجله ثورة ديسمبر، قاموا بها الشباب، أسقطوا النظام السابق، قالوا حرية سلام وعدالة، فهم يعني دارين يقيفوا حاجز بين هؤلاء الشباب وشعاراتهم والدولة المدنية. فالدولة المدنية سوف تتحقق، الثورة سوف تستمر، وهذا الانقلاب وهذا العمل العسكري لو توقف فلا عودة لهم، لأنه يعني وضح للشعب السوداني أن هم كانوا وراء إجعال هذه الحرب الموجودة الآن في الخرطوم، وهم في الأولى النظام السابق.